إن شاء الله يكون يومكم ونهاركم وأسبوعكم مليان بالبركة والسلام والفرح. إحنا لنا يومين وهاليوم الثالث مع الراعي الصالح اللي ما نسمع صوته صح، حتى لو مرات الطريق اللي إحنا شايفينها بتكون عر وبتكون كلها نار وتراب وشوك، بس إيماننا وثقتنا به بتخلينا نلحقه ونطمن لصوته ونمشي. خلينا نبدأ نصلي ونشوف اليوم شو بدنا ناخذ أو شو بدنا نتعرف أو شو. فإيش راح نفوت اليوم كمان أشياء هيك تساعدنا أكثر وأكثر لنطلع من ذواتنا ونطلع من حالنا ونفوت بالروح القدس. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل دنس وخلص أيها الصالح نفوسنا. قدوس من الله، قدوس من القوي، قدوس من الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم أجمع. قدوس من الله، قدوس من القوي، قدوس من الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم أجمع. قدوس من الله، قدوس من القوي، قدوس من الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم أجمع. اليوم احنا اخترنا قراءة سفر أعمال الرسل من قداس اليوم حسب القراءات اللاتينية أو في كنيسة اللاتين في روما. بدنا نشوف هاي الأعمال وين بده ياخذنا وعن شو بدنا نحكي اليوم. إذا بتتذكروا قبل كم يوم حكينا عن الشتات وعن الضيق اللي صاب الناس بعد ما استشهد استفانوس، وكثير منهم راحوا لمحلات بعيدة وهربوا وتركوا البلاد هاي كلها وطلعوا برا القدس. اليوم بدنا تورجينا شوية الرسالة هاي، هذول الناس شو صار فيهم؟ إذا بنتذكر قلنا إنه هذول الناس بلشوا عهد جديد، بلشوا يبشروا برا وهيك انتشرت الديانة المسيحية أكثر. اليوم رح نشوف الحكي هذا بالرسالة كيف تطبق. سفر أعمال الرسل 11 من 19 ل 26. هنا شتتهم الضيق الذي وقع بشأن استفانوس، فإنهم انتقلوا إلى فينيقيا وقبرص وأنطاكيا لا يبشرون أحدا بكلمة الله إلا اليهود، غير أنه كان منهم قبرصيون وقيرينيون. فلما قدموا أنطاكيا أخذوا يخاطبون اليونانيين أيضا ويبشرون إياهم بالرب يسوع. آمن عدد كثير فاهتدوا إلى الرب. فبلغ الخبر مسامع الكنيسة التي في أورشليم، فأوفدوا برنابا إلى أنطاكيا. فلما وصل ورأى النعمة التي منحها الله فرح وحثهم جميعا على التمسك بالرب من صميم القلب، لأنه كان رجلا صالحا ممتلئا من الروح القدس ومن الإيمان، فانضم إلى الرب خلق كثير. فمضى إلى طرسوس يبحث عن شاول، فلما وجده جاء به إلى أنطاكيا، فأقاما سنة كاملة يعملان معا في هذه الكنيسة ويعلمان خلقا كثيرا. وفي أنطاكيا سمي التلاميذ أول مرة مسيحيين. هيك بنشوف إنه هالشتات اللي صار خلينا نقول التلاميذ الأوائل اللي كانوا موجودين وهالناس اللي آمنت بيسوع قبل ما يسموه مسيحيين، هاجروا لمحلات كثير، راحوا لمحلات كثير وبدوا يخبروا عن يسوع وبدوا يبشروا العالم عن يسوع، وهيك آمن ناس كثير زي ما شفنا. وكانت الإشي بس لليهود، بعدين هون شفنا في جماعة منهم بشروا اليونانيين وهيك انتشر بين الأمم كمان الديانة المسيحية. وفي أنطاكيا سمي التلاميذ أول مرة مسيحيين. وهون نشوف إنه الكنيسة لما سمعت بالأخبار هاي ودت لهم برنابا، برنابا راح يدور على شاول اللي هو بولس وجابوا علشان يشتغلوا مع بعض، وقعدوا سنة وهم يبشروا في المنطقة هاي. إذا بنرجع للمواهب
موجودة في روميا. احنا حكينا كثير عن المواهب. في عنا قلنا النبوة والخدمة والتعليم والتشجيع والعطاء والقيادة والرحمة، هذه الموجودة في روميا. وكورنثوس كلام الحكمة وكلام المعرفة والإيمان والشفاء والقوات المعجزية والنبوة وتمييز الأرواح والتكلم بألسنة وترجمة الألسنة. اليوم بدنا ناخذ الخدمة والتشجيع علشان عشان هالرسالة فيها الحكي هذا كله. خلينا نشوف شو يعني خدمة وشو يعني تشجيع. خدمة وتشجيع، خدمة تشجيع. في عنا كثير خدام بيشتغلوا بالكنائس، وفي عنا كثير خدام بيشتغلوا في مدارس الأحد وبيشتغلوا في بيخدموا، بلاش بيشتغلوا، بيخدموا في مدارس الأحد وبيخدموا في كثير من الجروبات المسيحية للصلوات ولا لا كثير، ما بدي اقعد اسمي هلا اسامي، بس كثير منهم بيشتغلوا الخدام بنشاطات وبالكنيسة وبالشبيبات وبكل الحكي هذا. الخدمة هي علم وفن. الإنسان لازم يكون عارف هذا العلم، لازم يكون عارف هذا الفن، ولازم يكون مصاحبه الروح القدس اللي يخليه يقدر يشتغل بخدمة، خدمة كلمة يسوع، خدمة الكلمة اللي هو يسوع بيعطيها للناس. مش سهل إنه أنا أخدم وأعطي للناس. ليش؟ لأن يعني إذا أنا كنتش مليان من الحكي اللي أنا بحكيه أنا ما بقدر أقنع اللي قدامي فيه. وإذا كنت أنا مش مليان من التجربة اللي أنا عم بحكيها للناس، يبقى أنا حديثي فاضي وما حد رح يقدر يصدقني. ليش؟ لأنه مش عم بيوصل للقلب. الإنسان اللي جواه مليان من الروح القدس، الإنسان اللي عاش التجربة هاي، بتحس إنه الحكي بيطلع من قلبه لقلب اللي عم بيسمع. وهاي أهم شيء بالخدمة، إني أنا أكون فعلاً فعلاً جواي هالروح القدس اللي أنا عم بحكي عنه أو بدي الناس تعرفه. لأنه إذا أنا ما كنت مليان فيه وبحكي عنه كثير وشاطر بالحديث عنه والناس مش قادرة تحسه جواي، يبقى أنا إنسان فاشل، ما بستطيعش إني أوصل أي شيء لأي حدا في الخدمة تبعتي. الخادم هو إنسان حب إنه يوصل كلمة الله للآخرين. وزي ما شفنا بالكنيسة هون عندنا الشتات، لما راحوا برا بلشوا يبشروا بيسوع، بلشوا يبشروا بيسوع وبموته وبقيامته، وبلشوا يحكوا عن يسوع. وكان اختصاصهم لليهود، بعدين بلشوا يحكوا مع اليونانيين اللي دخلوا المسيحية. الحلو انه هون الاخبار هاي وصلت للمسيحيين الموجودين او للتلاميذ والرسل الموجودين هون، فقاموا بتشجيعهم وانبسطوا على الموضوع، شجعوهم ودوهم برنابا. وهذا خدمة حلوة، شيء كثير حلو، لانه في مرات احنا بنسمع عن اخبار حلوة، اشي جوانا بصير يغلي وبعجبناش الموضوع، بنحاول نغطي على الموضوع، شمعنا هم واحنا لا. هم لا، هون شجعوا الموضوع وباركوا بالخدمة ودولهم برنابا. وبرنابا عشان يكون أقوى راح ودور على شاول على بطرس، وقعدوا سنة وهم يخدموا في الناس هدول، وسمي أول مرة مسيحيين هناك في أنطاكيا. شايفين الخدمة كيف بتمشي؟ كله مع بعض، فيش واحد بيشتغل لحاله، الكل بيشتغل مع بعض وبيشتغلوا عن طريق التشجيع. أنا بشجع أخوي علشان إذا عنده الله معطيه موهبة وهو مبين إنه هو مليان بالروح القدس، أنا بشجعه بسنده عشان يقدر يوصل الكلمة لغيره. مش بصير أنا أرمي له حكي أو بصير أحاول إني ألسن عليه أو أنمر عليه أو أقول كلمات إنه هو يعني لأنه أنا غيران من خدمته أو مش قادر أنا أعمل هيك. أنا بقدر أعمل أكثر منه إذا بالفعل أنا فتحت قلبي
للروح القدس. فأنا بقدر إني أخدم وأعطي الكلمة حقها وأعطيها للناس بصورة بسيطة حسب ما أنا قادر إني أفهم وأستوعب، حسب ما الناس هاي قادرة تفهم وتستوعب. هي الخدمة، إني أكون زي معلمي لما أحكي، أحكي حسب ما كل واحد بيقدر يستوعب وياخذ الإشي، ما أضغطش عليه أكثر، ما أتعبهوش أكثر، ما أجبرهوش على الإشي أكثر هو مش قادر يعمله. وهذا الإشي عم يصير بيننا وبين مجتمعاتنا وبين جروبات الصلاة وبين الأشياء هاي كلها. في ناس بتحسهم هيك تقال على قلبك، مش قادر إنك تهضمهم. بنكون مثلا أربعة قاعدين، خمسة هيك، تلاقي اثنين قاعدين مع بعض، ماشيين مع بعض، قادرين يفهموا بعض، مشى الموضوع بينهم، والشخص الثالث ثقيل على القلب. مش قادر أتناغم أنا وياه، أو يجي الميلودي تبعي على الميلودي تبعه، أو الشغلات هاي إني أنا خلص. ليش؟ لأنه هو حاسس إنه هو بده يبين أكثر، بده ياخذ محل أكثر، بده مش عارف ليش. فأنا بختصر على الشخص اللي أنا وياه متفاهمين مع بعض، وبنمشي وبنسيب الآخر. هاي مش خدمة ولا محبة يسوع. لأنه أنا لو جيت أوقف عند هالشخص هذا اللي عم بحاول يعمل حاله أكثر من ما أنا موجود، أو بحاول يعمل ويثبت وجوده أكثر، أو بحاول إنه هو يكون بطريقة أحسن، ودائما بده يكون المديح لإله، أو دائما بده يكون الأفكار، أو دائما بده يكون هو بالمقدمة، أنا لازم أعرف إنه في خلل هون، وهذا الخلل من واجبي كخادم، ومن واجبي كمسيحي، ومن واجبي كإنسان إني أنا أساعد هالشخص هذا بإني أحكم له علشان أنا أقدر إني أوصله للخدمة الصح. كثير مرات بتخلص الصلاة من هون، أو بيخلص الاجتماع من هون، بنبلش نضرب في بعض بكلمات، مرات مزح، مرات هيك نكشة راس، بس نقصدها. ليش؟ لأنه هذا الشخص عن جد مؤذي ومش قادر يتحمله. يعني كثير زادها كثير اليوم، ببلغ في الموضوع. بالغ في الموضوع، زاد كثير اليوم، مزبوط. حاول انه هو يورجي انه انا كمان هيك، انا كمان عندي هيك، انا كمان بعمل هيك، انا هذا الشيء صار معي. اوكي، ليش الشخص هذا واصل للمرحلة هاي؟ اكيد في شيء من جوا هو اللي مخليه يدور على الاشياء اللي ترفعه قدام الناس، مع انه هو لو ما عندش الحكي هذا هو اوريدي مرفوع. ليش الشخص هذا احنا بنبعد عنه نتركه؟ ليش احنا ما بنحاولش انه زي ما احنا نوصل كلامنا للناس، نحاول نصلح كمان هالاشخاص هذول اللي معنا بالخدمة، اللي بيكونوا معنا بسلك الرهبني، اللي بيكونوا معنا كرهبات كرهبان، كناس بتخدم معنا. بدل ما انا اتجنب الشخص هذا، لا، انا بحاول اول اشي احتم له قبل ما ابلش اصلح فيه، احتم له بفرح بمحبة، بحاول اني انا اتقبله زي ما هو، زي ما حكى، زي ما، وانا عارف انه بيحكي غلط، وانا عارف انه عماله بزيد، وانا عارف انه الحكي هذا مش توجيه، لا، هذا اني انا بمحبه عم بقبل اللي هو عم بيعمله واللي هو عم بيحكيه. ولما انا بقبله بالحكي هذا لو حتى سنين، انا اعطيته الفرصه انه يفرغ كل هالنقص الموجود عنده ويعبيه بمحبتي. كثير ناس بحياتنا هيك كثير، وبدل ما احنا نحاول انه نتفهمهم او نحاول انه احنا نمشي معهم، بالعكس احنا بنضطهدهم وبنتركهم وناخذ الاقرب والاسهل لنا وبنمشي. هل هذا هو الديانه المسيحيه؟ هل هاي هي تعاليم يسوع ووصاياه؟ هذا هو؟ لا، مش هذا التعليم، ولا هاي الوصيه، ولا هذا هو يسوع اللي طلبه منا. هدول الناس أكثر ناس بحاجة لمحبتنا وبحاجة لاهتمامنا، حتى لو كانوا برامين زيادة، حتى لو كانوا بيعملوا أشياء تخنقنا، هدول الناس محتاجين محبتنا أكثر من أي حد ثاني. إذا أنا حس إنه في بيني وبين شخص هالقد اقتراب أو هالقد إحنا فاهمين بعض، لازم نستغل الحكي هذا في خدمة هذا الشخص علشان نقدر نطلعه من اللي هو فيه.
صدقوني صدقوني تقدروا تأثروا على الشخص إنكم تغيروه بالمحبة وبالحب وبالقبول. أنا أبدانك زي ما أنت، زي ما أنت هيك بكل ما فيك. ليش؟ لأنه إنسان من حقه إنه يعيش، من حقه إنه يلاقي حد يحبه، من حقه إنه يلاقي حد إنه يسمعه ويفهمه حتى لو كان هو نفسه تعبان من نفسه. ظروفه هيك خلته يطلع هيك. اجي انا ضده؟ اجي انا عكسه؟ اجي انا اضطهده؟ اجي انا ابعد عنه علشان ظروفه خلته يطلع هيك؟ علشان هيك تربى؟ هيك كانت شخصيته؟ هيك صار؟ بعرف انه الحكي هذا صعب ومش سهل انه احنا نتحمل ناس احيانا يكونوا هالقد، لكن اذا انا عمالي بنمي وبكبر في حالي من جوا علشان اوسع للروح القدس ويصير عندي اكبر المكان جوا ليسعه، ساعتها ايش بعمل انا؟ بتدرب. هذا هو الجهاد، اني اقدر اني اتدرب على اني اسع الاخر اكثر واكثر، على اني احتويه، احتمله، احبه. ساعتها انا بكون قادر على اني اغيره تغيير كبير. ولما بغيره انا بكون كسبته، مش بس كسبته هو، كسبت الناس اللي حواليه كمان، اللي هم كمان ممكن يكونوا زيه واقطع كمان. علشان هيك الخدمه شيء كثير مهم ومميز. والخدم هو كمان مكرس لانه بده يقوم باعمال هي فيها تضحيه واماتات كثيره. يمكن هالشخص كثير صعب، بده مش بس اني اعامله بمحبه، بده اصوم عنه، بده اصوم لاجله، بدي اصلي لاجله، بدي اقدم تضحيات لاجله. واكيد ربنا بيسمع وبيغير الشخص من جوا، بيغيره. ولما انت بتشوف الشخص هذا تغير انت بتحس بفرح عطائك له، بفرح ارتواء الشخص من الفرح، لانه هو كان نفس عطشانه لانه يكون طبيعي، انه يكون محب، انه الناس تحبه. ولا مره فكرت ليش الناس هاي ممكن تكون هيك؟ او الشخص هذا ليش بضل يحكي؟ او ليش بده يعمل هيك؟ او ليش بده يبرز؟ لانه جواه في ضعف، في نقص، في احتياج للحب. واحنا بدلنا نحب ونعطيه، شو بنعمل؟ بنزيحه لبرا. هذا الحكي غلط. حتى لو كان بحك على اعصابنا، حتى لو كان هالقد يعني زياده، لا، بالمحبه. يمكن ما بداش انا وياه بالتعامل مع بعض ببدا اصلي له، ببدا اخذه بصلاي، افوت على مخدعي واصلي له، وهناك ربنا بيشوفني اني انا عم بصلي له، فبياخذ الصلاه هاي وبغير فيه، ببدا يشتغل فيه من جوا. لما بلش يشتغل فيه من جوا بيقدر يسمعني ويفهمني لما انا اجي احكي معه. فاول فعل هو فعل الصلاه من اجله. ممكن يكون اقص قاسي زياده عن اللزوم، بيصير فعل التضحيه والاماته من اجله، بعمل الحكي هذا انا بقدمه على نيه فلان وفلان على اساس ربنا يغير قلوبهم. محبتنا للاخر، تحملنا للاخر، تقدمتنا اشياء كثير للاخر لربنا، بيخلي ربنا ينمسه، يشم ريحة هالبخور الحلوة ويحس انه تعبه ما راحش على الفاضي، يحس انه الرحمة انه هو اعطانا اياها واحنا لبسناها لبس. فبحس ربنا انه عن جد هالانسان عم ببادل الحب بالحب. خلوا الناس هدول ضمن خدمتكم، خلوا الناس هدول محور خدمتكم لغاية ما تقدروا تغيروهم، لغاية ما تقدروا توصلوا للفرح اللي مليتوا منه عشان تعطيهم اياه. هيك انتوا بتملوهم من الحكي هذا كمان، من الفرح. فش احلى من انك تغير انسان او تتغير مع انسان او تتغير علشان انسان. كلنا لازم نتغير، كلنا محتاجين تغيير، لانه فيش واحد فينا كامل، وفيش واحد فينا صح والباقي غلط، لا. كلنا صح وكلنا غلط بنفس الوقت. الشيء الوحيد اللي احنا بنقدر نعمله كيف نقدر نتعايش مع بعض،
يعني انا اصير اقص من هون اقص من هون عشان انا اقدر اجي في المنطقه هاي مع اصحابي او مع الناس اللي انا بخدم فيه معهم. ليش؟ علشان اقدر احواهم، علشان اقدر انا امشي معهم انا وياهم سوا مع بعض، نمجد ونسبح ربنا، يطلع صلاتنا زي البخور لفوق. هذا شيء كثير مهم. هلا ممكن نقول يا سيستر ما هو يعني هو يعني بس تيجي تتعامل مع الشخص هذا بتحس حالك مخنوق، بتحس انه انت خلاص مش قادر تتحمله وخلاص مشان الله خلاص مش قادر مش قادر انتهى الموضوع. ما يمكن انت تفوت الجنه على يد الانسان هذا، ممكن تفوت الملكوت على يد احتمالك للشخص هذا. ربنا يشوف رحمتك معه ويرحمك في اليوم الدين او شو ما عملت، ممكن يرحمك عشان الشخص هذا، ممكن الشخص هذا يكون سبب لدخولك للملكوت. بعدين في شغله مهمه لازم نتعلمها، مهمه جدا جدا، سجلوها عندكم. هاي الشغله المهمه لازم نتعود انه نتعلمها، خاصه بالخدمه، خاصه بتشجيعنا للاخر، اني انا ما افقد سلامي الداخلي. عمرك ما تفقد، لا تفقد سلامك الداخلي. هذا شيء جدا مهم خاصه بالخدمه. يعني انا بخدم في جروب واجى واحد يخدم معي، فانا رحت اعطيته المجال انه يخدم. بيجي فلان الناس يقول لي ليش حطيته هيك؟ هلا بكره هو ببين وانت بتبطل تبين، بصير الناس يحبوه يتبعوه انت لا. على طول نطفي الموضوع وقول له لو سمحت خلينيش افقد سلامي الداخلي. ثاني شغله ممكن انا قاعد بالبيت مع احلامي، بيجي فلان من فلان من الناس بصير يقول لك بيتصل فيك تليفون او بيجي تشرب فنجان قهوه وبقول لك كل الاخبار السيئه وكل الاخبار النميمه والحكي هذا كله، وهذا حكى هيك وضع صار هيك وهذا صار هيك وضع عمل هيك. ستوب، ما بدي اسمع، لا تفقدني سلامي الداخلي. هذا الاشي لازم نتعلمه، اني انا ما افقدش سلامي الداخلي، لاني يعني اذا فقدت سلامي الداخلي هالشر خلاني انجر وراه. لما انا بنجر ورا الشر بصير شوي شوي اعمل الشر، بينما لما انا بحافظ على سلامي بمنع اي شيء يدخل لجوا حواسي ويدخل جوا قلبي ويخليني افقد سلامي الداخلي. حافظوا على سلامكم الداخلي. في كثير ناس بتحاول انها تيجي في للخادم وتحاول تحكي معه، تحاول تغير وجهه نظره او تحاول تغير الاشياء او تورجيه اشياء هو مش شايفها او ما لاحظهاش او صار هون اي شيء خارج كلمه الله وخارج محبه الله وخارج وصيه الله. خلوش يفوت جوا عشان انت تضل محافظ على سلامك الداخلي جوا، عشان تقدر تخدم. خبأت كلامك في صدري وفي قلبي لئلا اخطئ اليك. هون انا لما حاطط الكلمه جوا، حاطط روح الله جوا، ولا شيء بخليه يدخل من هون يفقدني هالسلام اللي انا عايشته. ساعتها لما انا بسلام بقدر استوعب اخوي اللي من غير سلام، بدون ما ادخل كلامه جوا، لانه الحيه بدها تدخل سمها جواي عن طريق كثير اشياء وكثير ناس وكثير قصص وكثير حكاوي. هذا الحكي اعملوا له بلوك، زي ما بنعمل بلوك لفلان على واتساب وعلى الفيسبوك، نعمل بلوك للحكي هذا انه يفوت جوا، علشان انا اضل بسلامي الداخلي جوا. لما انا بكون بسلام داخلي انا بطلع السلام لبرا، لما بطلع السلام لبرا ولا ظلمه بتضل حوالي، ولا ظلمه. مرات بنصحى الصبح الحمد لله مبسوطين نشكر الله كل شيء تمام ما في احلى من هيك، برند عليك حد بقول لك كلمه بتسم بدنك. ليش؟ ما تدخلهاش، اسمعها ما تدخلها، خليها تطلع من محل ثاني، ما تمر من نفس الدار. ليش؟ لانه انت لازم تحافظ على سلامك الداخلي اللي جوا. عشان اذا حافظت على سلامك الداخلي من جوا انت بتكمل نهارك صح، وبترجع اولادك من المدرسه بتكملهم صح، بتكمل برجع جوزك من جوزك او بترجع مرتك من الشغل بتكمل نهارك صح. ليش؟ لانه ما خليتش ولا سم من السموم الخارجيه يفوت على قلبي ويغير لي سلامي الداخلي.
كلمة التشجيع دايما هي تطلع. لما احكي مع حد الصبح ما هو مش او والله اللي جاي اسخن سوري يعني بالكلمة، او اللي جاي ازفت، او اللي جاي اصعب، لا نشكر الله ربنا اللي حامي كل شيء، ربنا اللي بايده كل شيء، ربنا اللي بيغير كل شيء. هاي كلمات التشجيع اللي بتخلي الانسان يروح على شغله متفائل، يروح على مدرسته متفائل، يروح على عمله متفائل. احنا نطلع من الضال اصلا اوريدي يأسانين ومكتئبين وحالتنا حاله. شو بدنا نعمل لما نوصل على محل عملنا، على محل خدمتنا، اذا احنا اوريدي الاكتئاب؟ كيف بدي ابدا نهاري لما انا بوصل على مكتبي الساعه 8 ثلث رباعي اكتئاب؟ شو الربع هذا بده يعمل؟ وليش؟ عشان انا سمحت لسم الحيه يفوت في داني ويوسخ لي قلبي؟ لا يا عمي، انا اذا بتدخل لي السم بدي اخزقها ترشها عشان ما تدخلنيش السم هذا. مع انا معكم ملان سم بالعالم، ملان كل شيء سم في العالم، الله اكبر من كل شيء. الكره الارضيه ذره من الكون، ذره من الكون. شو هي الكره الارضيه؟ ذره صغيره من الكون كله، وما عادش مع الدنيا. مش اشي كثير، مش اشي كبير، يعني بحركه اصبع من ربنا نفخه واحده بنفيها. صدقوني يا جماعه الاشي بايدنا، احنا بايدنا نختار انه نهارنا يكون كله اكتئاب وسيء، وبايدنا نختار نهارنا يكون سلام ونفرقه على العالم. احنا اللي بنختار، احنا اللي بنقدر نغير العالم. اللي امبارح واليوم شفت بوست لسيده في مصر كبيره بالعمر، كل يوم الصبح بتروح على باب الكنيسه ترفع ايديها وبتصلي قدام الكنيسه اللي مسكره للعالم كله. ليش الانسان البسيطه الجاهله هاي مش متعلمه الكبيره بالعمر عندها امل تقوم الصبح تروح على باب الكنيسه تصلي ترفع ايديها ومآمنه انه ربنا بده يسمعها؟ وانا المتعلم اللي باخذ شنطتي لابتوبي الكتروناتي كلها وبروح على المكتب بدخل من الصبح وجهي الله اكبر عليه وبكون باكتئاب لا يوصف ولا يعلم. ليش؟ ليه؟ هذا بدل على ان البسطة هدول هم اللي راح يكسبوا السماء وهم اللي راح يغيروا الارض. وكل هالتكنولوجيا وكل هالناس المتعلمين هدول مش قادرين يوصلوا لايمان ولتسليم ولسلام الناس البسيطين اللي بيوقفوا بكل بساطه وبكل سذاجه وبكل ايمان وبرفعوا ايديهم بيقولوا يا رب اتكلنا عليك. ليش؟ لانه احنا بنفكر حالنا كثير اذكياء، بدنا نسمع ونفهم ونطبق. سكر، خليش شيء يفوت يسمم منك من جوا. خلي دائما الجوا، اذا حافظ كلام ربنا خلي من جوا يطلع لبرا ويغير، بدل ما يغير من برا يفوت لجوا ويغير. هذا كلام التشجيع، هي الخدمه اللي احنا بنخدم فيها الصلوات، جروبات الصلاه، حتى الناس اللي مش من ديانتنا، حتى الناس اللي مش من طوائفنا، حتى الناس الغرباء عنا، لما بيشوفوا هالسلام وهالمحبه وهالفرح بصيروا يتساءلوا عن سببه، وسببه هي اني انا خبأت كلامك في قلبي لكي لا اخطئ اليك. ولما انا بخبي كلام ربنا جوا ولا شيء بفوت من ديني على جوا الا الشيء الحلو، وما بيطلع من جوا لبرا الا السلام والامل والفرح والرجاء في بكره. من كثر ما صرنا نضل نقول بكره ازفت وبكره انا والله غادي اشوف العب والله غادي اصير العب، هذا الحكي عم نطلعه احنا نتنبأ في مستقبلنا لحالنا. لا، بكره احسن لانه ربنا موجود، بكره احسن لانه كل شيء بيد ربنا، بكره احسن لانه بالنهايه الله هو اللي له الكلمه الاخيره والاولى. بغض النظر عن كل تشاؤمنا وكل شو بدي اقول اكتئابنا اللي احنا عايشينه، ربنا بالنهايه هو اللي بيحكي. واحنا شفنا انه فيروس صغير اذا كان من صنع البشر او مش من صنع البشر سكر العالم كله.
والناس اللي وصفها هدول زي ختيارة هاي وزي الطفل اللي وقف على الشباك ويقول يا رب افرجع يا رب ارحمنا، هدول الناس اللي راح يخلصوا العالم، لانه هدول رجال الله، رجال الله الاقوياء اللي بيقدروا يفتحوا النهار ويسكروه بصلاة صغيرة، اللي بيقدروا زي إيليا النبي بصلاة، وبيقدروا ينزلوا المطر زي إيليا بصلاة. خليكم منهم، خليكم رجال الأقوياء، رجال الصلاة. رجال الصلاة هدول ناس كثير بسطة، ناس كثير صغار، ناس كثير ضعاف، متكين على قوة الله، وعارفين صوت الراعي لما بيرن جراسه بيعرفوا انه اجا، فبيحركوا قلبهم فرح بوصوله. سكروا كل شيء خارجي ممكن يسمم قلبكم وافتحوا بس لكلام ربنا، علشان تضلوا حافظين السلام الداخلي جواكم. خليكم حافظين على كلمات التشجيع، خليكم حافظين على كلمات اللي بتبني، لانه الكلمه اللي بتبني بتعمر، والخبر اللي بيهد بيسكر الكون. كل انسان عم بيخدم في مكانه، بيخدم في كنيسته، بيخدم في موقعه، بيخدم على طريق النت، رايح على شغله، رايح على نص شغله، ربنا بيعطيه نص معاش، ربنا اعمالهم بيعطوا ربع معاش، تخافوش، ربنا اللي ببارك في كل شيء، مش حيخليك تعتاز، ولا رح خليك تعتازي، رح يدبر لك كل احتياجاتك. إذا غيرنا لهجتنا بطلنا نقول بكرة أزفت وبكرة ألعن وبكرة لا لا، بإذن الله بكرة أحسن، وبإذن الله بكرة أنظف، وبإذن الله بكرة سلام، لأن عيوننا ما بتشوف إلا السلام، بغض النظر عن كل الكل وكل الناس شو عم تعمل وكل هالرؤساء اللي فوق اللي عمالهم بيعملوا، ربنا هو الحكم الفاصل في المواضيع كلها. بما انه انتوا بين ايدين ربنا ليش خايفين؟ ما تخافوا، تعلموا من الطبيعه، وتعلموا من العصافير، وتعلموا من الخرفان اللي بتلحق راعيها وين مكان. الخدام هدول اللي عم بيشتغلوا مع النفوس هاي، علموهم كيف يكون عندهم ايمان، علموهم كيف يكون عندهم تفاؤل وامل، انه قوة الصلاة بتغير كل الاشي في الدنيا، قوة الصلاة بتخلق كون جديد، عالم جديد، انسان جديد، قوة الصلاة بتخلي الجبال تتحرك. خلي على لسانكم كلمات التشجيع، خلي على لسانكم كلمات الامل، اعطوا السلام، املوا حالكم من جوا من كلام ربنا، من الروح القدس، من كل هالمواهب اللي احنا عم ندخل فيها، علشان تغيروا العالم، علشان تعيشوا بفرح، علشان تعيشوا بدون ما تكونوا باكتئاب، بدون ما تصحوا الصبح باكتئاب، بدون ما تصحوا الصبح بهالحمل اللي نمتوا فيه من امبارح. احنا لما بننام بنروح ناخذ دش، بننزل كل الغبر اللي علينا، بنغير اواعينا ونلبس البيجامه. غيروا هالاكتئاب بكلمات بسيطه، خذوا دش من النور، من كلام ربنا. غيروا هالاواعي اللي ملامي كلها حديث صعب وسيء وعدم تفاؤل، والبسوا لباس النور وناموا، لأن نومكم بيكون بين ايدين الله اللي حاميكم وحافظكم من كل شر. كل ما يجيكم فكر سيء اطردوه، حافظوا على سلامكم الداخلي. كل ما تجيكم كلمه سيئه اطلعوها برا، حافظوا على سلامكم الداخلي. كل ما يجيكم فكره معينه مجرد هيك انه سيء الموضوع، رح تصير مشكله مش عارف كيف تطلع منها، اطردوا برا، حافظوا على سلامكم الداخلي، لانه بالسلام احنا بنغير الكون، بالسلام انا بغير حياتي، برغم صعوبتها، برغم الظروف. يعني في ناس كثير عايشين متفرقين حاليا في بلد، كل واحد في بلد انحاشروا، لانه هم كانوا في موضع واهلهم في موضع، ما علينا مش مشكلة، المهم انكم كويسين، المهم انكم مش مريضين، المهم انكم بصحة جيدة، رح ترجعوا، رح يرجعوا. خلوا الأمل دائما كبير بحياتكم، خلوا التشجيع دائما للآخر، تخافش، توكل على الله يا زلمة، تخافش، ربنا مش رح يسيبك، توكلي على الله، ربنا رح يطلعك من هالموقع، توكلي على الله، مفيش غيره،
فيش غيره هو اللي بيخلينا نكون هالقد مبسوطين وفرحانين. وصدقوني صدقوني عن تجربة، الإنسان اللي بيغيره كلمة ربنا بتغيره، إنسان بضل السماء بيديه. تعرفوا شو يعني تمسكوا السماء بيديكم؟ معناه انكم مدانين من الفرح، وربنا يفرح قلوبكم، يملاها من محبته، يملاها من نوره، يملاكم من الامل، وتكونوا عن جد رسل للسلام، رسل للمحبه، رسل للرحمه بالحق، مش بس بالبرستيج والكلمه، تكونوا خدام لكلمته بحق. عشان كلمه يسوع، كلمه اللي هي يسوع، مش سهل انكم تكونوا امينين عليها، تكونوا توصلوها صح. ما بتوصل الا لما بتحبوا بعض وبتبذلوا حياتكم من اجل الاخر. قديسه تريزا الافيليه علمتنا انه الرهبه اللي انتم بتحسوا انكم بتحبوهاش، روحوا عليها اسرع من اي رهبه انتم بتحبوها، ودائما تكونوا معاها وحاولوا تكونوا حواليها، لانه بس الحب بغير القسوه الموجوده في الانسان. ربنا يملاكم بمحبته وبحبه، والروح القدس ينوركم، وربنا معكم، ونهاركم ان شاء الله سعيد ومليان بكلمات التشجيع وبالخدمه الصالحه. امين.